لكم. نحن هلا بالاوزاعي باوزفيل. اليوم حبينا نصور الفيديو هون لنضوي شوي على هذا البروجي اللي عم بيصير كثير حلو. وحنحط هلا بعد شوي المقابله اللي عملناها مع اللي عامل الايفنت لتفهموا اكثر شوي شو هي هيدي الايفنت اللي عملناها. ايه واليوم يعني حبينا هون نجي نرسم هذا الحد شكله وراه هذا اللي لحقنا نرسمه لانه وقتنا كان شوي قليل. تعرفنا اليوم على الناس اللي هون عن جد هن ناس بعقده اللي كل عم بيساعد الكل اللي عن جد هيدي المنطقه هون يعني مهضومين كثير بعتقد كثير تاخرنا لنلفت نظرنا عليها. المهم نحن عملنا البارت اللي علينا ولكل اللي حيحضروا هذا الفيديو اي شخص بحب اي شخص بحب يجي يشارك فيه كان عن جد فيه يجي بيعطوه حيلا حياته بيعجبه وبتدهنوا عليه بتلونوا عليه فيكم تجيبوا اغراضكم معكم وهون الاشياء اللي بتنقصكم دائما هن جاهزين ليساعدوكم وبس هيك. سو نحن كانت البريبريشن انه قررنا نعمل فيديو غير اللي كنا بنعملهم دائما انه بالبيت وعم نحكي عن قصص شوي يمكن مش كل الناس يعني بس هذا بحس كل الناس ار انترستد تو نو اباوت لازم عن جد بس دهنا ذا هول وول بعدين بلشنا وياها شوي شوي نخترق بدنا نكتب يعني انه بلان يعني هلا نحن كنا عمالنا نعمل قصص كثير اكثر بس الوقت ما تعبنا. بعد بدي اقول شغله ثانك يو لكل حدا ساعدنا بهالشيء للمنظمه يعني اللي حكينا معهم لكل اللي مشرفين على هذا الشيء وثانك يو كثير 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 كبير لكينان اللي هو من الصبح معنا عن جد هون عم بيصورنا وبس هيك وحبكم كثير وعن جد عن جد لازم عن جد لازم الكل يشارك بهيك شيء ونعطي مثل ما كان عم بيقول قبل نعطي وما بقى ناخذ واجت التراك وحنفل لانه فيها ايس كريم وحنفل ايس كريم يلا باي وبدق باب البيت 100 مرة بالي وبحس اني بروح او ما بروح عالتبعيد رايحة جاي بالبيت طوشني خلخالي حبيت ما حبيت ما شاور علي وبدق باب البيت 100 مرة بالي وبحس اني بروح او ما بروح عالتبعيد رايحة جاي بالبيت طوشني خلخالي منحوس مش منحوس يعني اللي اتجوز بكير أكلي بتلم بتلم منو هم كل الهم إنه خف عننا معهن أو أهلي يا ضيعانو يا ضيعانو يا ضيعانو شو كان كتير شو كان كتير من زمان يا ضيعانو يا ضيعانو يا ضيعانو شو كان كتير شو كان كتير من زمان لا شو الكذب مثل الشمس بتشوفه من الفي كذاب مش كذاب رد الباب هلا بس اخفي الحس ليك الناس كيف جمعت علي مجهود نعني بغرامة فيي ما الكذب مثل الشمس بتشوفه من الفي كذاب مش كذاب رد الباب هلا بس اخفي الحس ليك الناس كيف جمعت علي قلت لي الأنا بيفنا وقنعنا بكير وقت ما قنعنا تلفنا ما عرفنا ان كان بتفنا ما بتفنا يبقى ان مرة فضيت شرفنا وعرفنا المنطقة وقتا بنوصل على لبنان الأربع مليون مسافر والمليون سايح وين بيوصلوا؟ بيوصلوا على مطار الأوزاعي لازم ما يعني ما نتخبى نقول لا مش مطار الأوزاعي مطار منطقة الأوزاعي طب كيف نحن تركين وصلنا 40 سنة؟ لازم نحن نبلش فجيت أخذت المبادرة شخصية وفردية قلت أنا بدي أدفع مني بدي أجي أحليلهم هذه المنطقة وبنفس الوقت بدي أجمع كل اللبنانية من كل لبنان
يجوا يشوفوا شو هي منطقة أوزاعي. المنطقة مثل ما شايفين فيها سكان كلهم لبنانية، وحتى لو في من سوريا أو في مهجرين، بس كلنا عائلة واحدة. فقلنا خلينا نعطيها وجهة نظر جدية من الفنانين الأجانب، وبعدها بلشوا الفنانين اللبنانية يحسوا انه والله الأوزاعي ما بتخوف، صار عندهم اهتمام لها. وبنفس الوقت صرت جيب أصحابي من كل لبنان، من أشرفية، من بعبدة، من طرابلس، من جنوب، ينبسطوا يشوفوا الأوزاعي انه ما بتخوف مثل ما هيك مفكرين. فحبيت اكسر هالحاجز، حاجز خوف اللي هو ستيريوتايب اللي كلهم مفكرين انه الأوزاعي بتخوف، فزبطت. بنفس الوقت صرت احكي مع كل السكان انه طالما حلينا المنطقة ونظفناها وصرنا نجيب من كل لبنان ناس تيجي تزورهم، وحتى اجانب، وحتى كل الصحفيين من كل العالم صاروا يجوا يصوروا، لقيت انه احلى شيء هلا السكان مبسوطين انه المنطقة عم تنضف عم تتحلى، وبلشوا كلهم مثل ما شايفين انه كل يوم عم بنطفوا كل شارع بشارعه. حسوا حالهم بالمسؤولية انه هن مسؤولين على منطقتهم، طالما ما في دولة تساعدهم هن الدولة، هن الاساس. فبلش مثل ما شايفين الطرقات عم تتحلى، الشوارع عم تتنظف، المنطقة كلها صارت حلوة. صار كل ما واحد جاي على لبنان بقول صرت نازل بمطار أوزفيل، لدرجة انه صار أوزفيل اخذ طابع فني وسياحي. وليش سميتها أوزفيل؟ لانه أوزاعي مثل ما قلت لكم المنطقه كانت بفكروها بتخوف، قلت لها غير لها اسمها أوزاعي فيل، سو أوزفيل. صرنا عملنا انستغرام وفيسبوك فيكم تشوفونا عليهم. صار كلهم بدهم يعرفوا شو هي أوزفيل. أوزفيل منطقه سياحيه فنيه، سكانها بجننوا لذيذين، وفي مطعم سمك بتجوا بتاكلوا فيه، بتجوا عند الاهالي بتشوفوا انه بيطبخوا لكم بدعموكم. هذه هي فكرة أوزفيل، هي البايلوت بروجكت اللي نجح، اللي هو كان صرنا 40 سنة ناطرين حدا يعطي، بس لسوء الحظ صرنا 40 سنة كله بيجوا بياخد. وأنا بقول لهم طب إذا كلكم بتآمنوا بالله اللي هو الله بيعطي، ليش أنتوا عم تاخدوا؟ خلينا نجي نحن نعطي بقى، وهيك بيزبط بلدنا، وهيك ساعتها فينا نقول نحن لبنانية، لأنه ما فينا نكون لبنانية وأنينية، بدنا نكون لبنانية ونحب لبنان، يعني نحب أرضه، نحب حيطانه، نلونه، ننظفه، نزرع شجر. مثل ما شايفين هذه هي صارت منطقة أوزفيل. حبيت ما حبيت ما شاور حالك وبدق باب البيت مية مرة بالي، وبحس إني بروح أو ما بروح عالتبعيد، رايحة جاي بالبيت طوشني خلخالي. طيب احنا هلا خلصنا، رجعنا ناكل شاورما، جوزنا محمد سرور، فبدانا كثير هيك منيح، عجبنا كلنا بلبنان، تعبانين، ضيفنا كلكم عجبنا بضيف فنانين.